بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي مشاهدي قناة الفرات الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نلتقيكم حلقة جديدة من برنامجنا أهل الخير. أهل الخير، اليوم وصلنا إلى محافظة بابل، محافظة الإرث الحضاري الكبير، واليوم في بساتينها ومزارعها، وهذا النهر الخالد وهو نهر الفرات الذي يشق هذه المحافظة إلى نصفين، ومع عشائرها الوفية ومع مضايفها أيضا نشوف عاداتها وتقاليدها وما تمر به هذه المدينة وهذه المحافظة الكريمة اللي هي محافظة بابل. قلنا برنامجنا أهل الخير، خليكم ويانا إلى نهاية الحلقة، راح تشوفون شيء ممتع جدا في حلقتنا في محافظة بابل العزيز. بعد ما وصلنا محافظة بابل، ومثل ما شفتوا حلقاتنا السابقة في برنامجنا أهل الخير، بين يجينا أحد يعني الأدلة دليل من نفس المحافظة يدلينا على مكان الشيخ أو يسولف لنا على واقع المحافظة وواقع القضاء اللي إحنا نزوره. اليوم ويانا الحاج أبو مصطفى، نسلم عليه نقول أهلا وسهلا بكم مصطفى. أهلا وسهلا، حياك الله، شلونك؟ حيا ودوم، يا أهلا ومرحبا، شلون صحتك إن شاء الله؟ اليوم حضوركم ويانا، الله يبارك بيك، الله يخليك، وانت الشرف، وان شاء الله يكون هذا القضاء دائما عامر باهله وعشائره الوفيه ومضايفه. ابو مصطفى، نريد احنا واقفين على نهر الفرات هذا، ها؟ نعم. شنو اللي استفاد من عنده الجانبين الايسر والايمن من هذا النهر؟ نهر الفرات اللي بكون انه قضاء الكفيل مدينة زراعية، يعني نعم صحيح، مدينة زراعية لتزرع النخيل وأنواع الفواكه، وخاصة التين مشهور يعني بالعراق لزراعة التين وتسويق التين صحيح إلى كافة مناطق العراق، ومضاف إلى ذلك زراعة الخضروات والدجن، يعني الحنطة والشعير. فنهر الفرات ضروري إلها لسقي هذه المحاصيل. يعني اكو استفاده من هذا النهر، استفاده عامه، منسوب المياه الان اللي بس منسوب المياه في الوقت الحاضر قليل جدا، بحيث انه بس القريبين من نهر الفرات ممكن يستفادون، قاعد يستفادون من عنده، يستفادون من عنده. اما الجهه الابعد صعوبه اليوم يتوفر لهم المياه، ولذلك كثير من بساتين التين السنه هذا الموسم يبست لانه ما وصلها مي، يعني هي بعيده لو قريبه على النهر، وهذه قضيه يعني اقتصاديه استراتيجيه لانتاج محصول ضمن العراق، انتاج محصول استراتيجي للعراق، العراق مستفاد من هذا المحصول، وهي منطقه رئيسيه لزراعه التين والمحاصيل الزراعيه الباقيه، المحاصيل الزراعيه الباقيه والنخيل. نعم، ايضا اكو سمعت بينهم ايضا يعني اضافه الى زراعه التين عندهم الخضروات، وهي سله العراق وسله بابل، سله بابل وسله العراق، كونها تزرع كافه المحاصيل. ارض الكفيل ارض خصبه تنتج كل المحاصيل اللي الخضروات، الدجن يسمونه الدجن، يعني بالنسبه للحنطه والشعير والشلب والذره كله وعباد الشمس، هذه كل المحاصيل هاي تنتجها. وعبر عبر عبر السنين المتعاقبه اللي مرت على العراق والدول الموجوده ركزت على 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 الكفل بقضيه اصلاح الاراضي، لانه بها خصبه هاي الاراضي ورادوا يستصلحوها، لذلك هنالك مشاريع إروائيه ومشاريع بزول بالكفل خلافا عن باقي المحافظات، هو مركزين على هاي القضيه. بس هاي شحه المياه اللي حصلت اثرت سلبا على الكفل وعلى العراق كافه. زين، انا هسه عندي مثلا بستان خارج مو خارج الكفل، بعيد عن النهر، هذا يوصلني مي لو ما يوصل؟ والله ما يوصل مي بعد بالوقت الحاضر، نعم. ما قاعد يوصل، مناسيم المياه قليله، فالجدول يابس، ممكن مرتوا عليها قليل بمي اللي يرفد الانهار او الانهار الصغيره اللي توصل المياه الى البساتين البعيده، يعني مسافه كيلو او كيلو ونص عن مجرى النهر الرئيسي للفرات. اغلب العشائر اللي موجوده هنا على النهر يعني بس بني مسلم لو اكو بعد عشائر باقيه؟ لا طبعا، مجموعه من العشائر أو القبائل موجودة، نعم، على ضفاف نهر الفرات في الكفل، نعم، ومن العشائر بني حسن والنعم وقبيلة بني مسلم وآل عيسى وخفاجة، يعني مجموعة
قبائل موجودة هنا، وهاي القبائل أيضا تمتهن الزراعة يعني. كل غالبية هذه القبائل والعشائر الموجودة هنا وأفرادها يمتهنون، معظمهم يمتهنون الزراعة، يعني يشتهرون بزراعة الشلب خاصة بالضفة الثانية أكثر من الضفة هاي، بس لأنه حكم عدم تواجد المياه الدولة منعت حتى زراعة الشلب هنا، وهذا يعني يأخذ هواي مي أثر اقتصادا على البلد، يعني لأنه أنا بفترات معينة كان حتى الوجبة الغذائية الرئيسية للمجتمع يطون بها العنبر أو صحيح. ما يسمونه بالياسمين، لكون أراضي واسعة على ضفة الفرات تزرع هذه المحصولات، بالنتيجة شحة المياه أدت إلى عدم زراعتها. زين حجة مصطفى، التواصل ما بين العشائر اللي موجودة هنا موجود يعني بين عشيرة بني مسلم، بني حسين، آل عيسى، مثل ما قلت الخفاجة، يعني أكو تعاون بيناتهم وتواصل ومودة ومحبة؟ تواصل مستمر ولقاءات واجتماعات بين رؤساء هذه القبائل والعشائر من أجل حل النزاعات العشائرية، من أجل إيجاد رؤية عامة عن القضايا الاستراتيجية مثل الماء، الذهاب إلى 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 السلطة المختصة ومطالبته، وخاصة الحاج سالم يعني بذل جهد كبير بالفترة اللي فاتت يعني بالصيف من أجل أن يوصل الماء لهذه البساتين اللي هي بساتين التين اللي هي محصول استراتيجي للعراق. اكو عنب ايضا لو بس التين يزرعونه في الغالب، هذا قضيه العنب قليل هنا، الغالبيه هو التين. زين انا اللي اشوفه قاعد يعني حتى اللي ذيك الجهه وهاي الجهه يعني للسيد المشاهد تصلح ان تكون منتجه هاي المنطقه، جماليه المكان، ايضا يعني الخضره موجوده في كل مكان، المي ايضا موجود، يعني هاي المنطقة الآن قاعد نمشي عليها ترابية لا زالت لحد الآن ومهمولة، ويعني السير متنفس لأهالي بابل، لكن لحد الآن لم يعني ما شفنا أي تجديد بها أو إصلاح. أنا قاعد أشوفك هنا أنا قاعد يكرون النهر، يعني هذا النهر إذا ما ينكري شو يصير به أبو مصطفى؟ سولف لنا حتى نعرف إذا ما ينكري. إذا قلت مناسيب المياه تسبب ترسبات كبيرة داخل النهر ويسوي يعني جزار مثل هاي الموجودة هسه، بس هسه الدولة ده تحاول إنه تستخدم مكائن ترفع الطمي من داخل النهر حتى يكون مسر الماء طبيعي، وهي قدامنا هسه ممكن إذا يحول الكاميرا عليها هناك أكو موجودة ماكينة قاعد ترفع الطمي وهاي الجزء الصغيرة من يعني حتى إحنا نقدر نروح المضيف الشيخ إن شاء الله وأنت تودينا تدلينا، كلمة توجهها إلى الحكومة شنو اللي يحتاج قضاء الكفل في الوقت الحالي؟ قضاء الكفل بكونه قضاء مهم بالنسبة للدولة العراقية من أجل إنتاج المحاصيل اللي يعتبر سلة العراق. سلة العراق نعم، المفروض أن يهتمون به وخاصة بنهر الفرات ومناسيب المياه وعملية تنظيم المياه بحيث يتوفر الجميع المساحات الموجودة بالكفل، يعني أبسط مساحات المرادية ممكن مساحتها 6000 دونم، 6000 دونم هذه بها مشاريع إروائية وبها بزول بس تفتقر للخدمات. نعم، للخدمات والمي. الله يحفظك مصطفى، نروح إلى مضيف الشيخ إن شاء الله. يلا نتوكل وياك إن شاء الله. خلينا نتوكل، تفضل. رحم الله والديك. شرفنا بقدومك ابو حسنين وانت تشاس بالتلعات. الله يحفظك. وانت هدي ابل الكلفه وتحضر من تصح كلفات. عافيه. وانت هدي ابل الكلفه تحضر من تصح كلفات، تشرفنا بقدومك هلا بقناه الفرات. الله يحفظك. تشرفنا بقدومك هلا
قناة الفرات اسمع شي يقول لك سالم اسمع شي يقول لك سالم احنا نرحب بك اسمع شي يقول لك سالم واحنا 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 نرحب بك هلا بجيتك يا سامي يا هلا وحياك وبني مسلم ترحب تفرح اما القار والنعم بني مسلم ترحب تفرح اما القاك هلا بحزام ظهر وتشوتي من انقار ها اسمع شي يقول لك سالم يلا ها اسمع شي يقول لك سالم هاي جاي يشيل الراس اسمع شي يقول لك سالم هاي جاي يشيل الراس اسمع شي يقول لك سالم هاي جاي يشيل الراس اسمع شي يقول لك سالم هاي جاي يشيل الراس اسمع شي يقول لك سالم هاي جاي يشيل الراس اسمع شي يقول لك سالم هاي جاي يشيل الراس اسمع شي يقول لك رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد ما شفتونا بهذه الجولة اللي وصلنا بها إلى محافظة بابل محافظة الأرث الحضاري الكبير للعراق وللعالم. وصلنا لهذا المضيف وهو مضيف قبيلة بني مسلم، وطبعا احنا نقول ليس الضيوف عليهم ولكن احنا أهل الدار. يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، هو هذا ديدن بني مسلم اللي موجودين على طول هذا الطريق اللي الرابط ما بين كربلاء المقدسة ومحافظة بابل وأيضا النجف الأشرف ومحافظة بابل، وممتدة على طريق كبير بهذه الأراضي الجميلة والبساتين، وأيضا طريق يا حسين صلوات الله عليه وطريق زائري أبي عبد الله الحسين. اليوم احنا بهذا المضيف نرحب بهم ونقول لهم أهلا وسهلا بكم ومساكم الله بالخير والعافية جميعا. الله يحفظكم. نبتدئ حديثنا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شيخنا أول مرة الرحمة والخلود للوالد الشيخ نعمة رحمة الله عليه، وأسأل الله أن يتغمد برحمته الواسعة وأنت إن شاء الله خير خلف لأفضل سلف، ووالدك إن شاء الله كان من الناس الخيرين والطيبين وفاتح مضيفة، وأسأل الله إلى الرحمة وأنت بمكان إن شاء الله ما تقصر. الآن مجتمع هذه القبيلة الكبيرة قبيلة بني مسلم، السيد المشاهد يريد يعرف من هم بني مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية حقيقة نرحب بقناة الفرات، الله هذه القناة الحسينية العريقة الشريفة، فأهلا وسهلا بكم بين أهلكم وناسكم قبيلة بني مسلم. الله يحفظك شيخنا. وتحديدا في مضيف قبيلة بني مسلم. حقيقة قبيلة بني مسلم قبيلة عربية أصيلة نزحت من اليمن آنذاك، وحقيقة تمتاز قبيلة بني مسلم في خدمة الحسين، وهذه شرف لنا وكل قبيلة بني مسلم. باعتبار هو الطريق اللي مر من الزائرين أنتم. الطريق. يعني الله شرفكم بوجدكم على طريق زائري أبي عبد الله بزيارة الأربعين. بالتأكيد. نعم. طريق يا حسين وطريق الزوار من أنا زمن المقبور صدام. فحقيقة الزوار منا كانت تذهب بالبساتين ومن أجدادي وآبائي وعمامي. كانوا مأوى للزوار في زمن المقبور. موفقين إن شاء الله. الله بس بمحافظة بابل متواجدين محافظات العراق. بني مسلم لا في جميع محافظات العراق. ابتداء يعني عدد سكانهم الأكثر هو بني مسلم من الكفل إلى تحديدا محافظة بابل من ناحية الكفل إلى قبيلة طفيل. وقبيلة بني مسلم في كل المحافظات. حتى بالجنوب النجف الجنوب. نعم. حقيقة العمارة الناصرية البصرة
كل محافظات العراق يتواجد فيها عدد سكان لبني مسلم. الله يوفقك ان شاء الله ويرحم الوالد ويكون مضيف عامر ان شاء الله ويكمل هذا المضيف بوجودك وبوجود ابناء عمك وابناء قبيلتك ايضا. حقيقة نعم احنا قبيلة بني مسلم نؤيد ابننا البار محمد ابن الحاج ابو علاء الشيخ ابو علاء ابن سلماوي ومساند ابن البار محمد باقر في هذه الانتخابات المقبلة وهو حقيقة مرشح قبيلة بني مسلم الأول والوحيد لدى شو اسمه قبيلة بني مسلم. الله يبارك فيك إن شاء الله وأيضا من إن شاء الله توفيق وأهلا وسهلا بكم بقناتكم العريقة وشرفتونا في هذا المكان. الله يحفظك إن شاء الله ويديم هذا المضيف ونجي مرة ثانية إن شاء الله نلقاه كامل وعامر بأهله. الله يحفظك أستاذ محمد. أنت مرشح لمحافظة بابل. نعم. أريد يعرف السيد المشاهد يعني الشهادة اللي تمتلكها حتى قدرت تترشح من خلالها إلى مجلس محافظة بابل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أشكر قناة الفرات الفضائية لإتاحتهم الفرصة لي لطرح برنامج الانتخابي وتوضيح ما نملك من رؤية سياسية لخدمة هذا البلد. نعم. أولا أنا خريج بكالوريوس قانون جامعة الكوفة وطالب ماجستير قانون. طبعا تشرفت بأن أطرح نفسي لهذه الانتخابات لأكون خادما لأبناء محافظة بابل وخادما للعراق. الله يبارك فيك. شنو الرؤية اللي تلقاها مناسبة لمحافظة بابل؟ طبعا ننطلق من قوله تعالى من الآية الكريمة وقفوهم إنهم مسؤولون. أحسنت. المسؤولية أصبحت ليس فقط على الفرد الواحد على شخص المتحدث يعني هنا المسؤولية أصبحت على نفسي وعلى على عاتقي ومسؤولية الأفراد الذين سوف يصوتون لي وينتخبوني في هذه الانتخابات لأكون خادما لهم وأكون على قدر المسؤولية تحمل المسؤولية في هذه الدورة. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الفرصة اختبارا لنا. طبعا أحسنت. صحيح. كيف نستطيع أن نقوم بواجباتنا، كيف نستطيع أن نقوم بخدمة هذا الشعب المظلوم. محافظة بابل طبعا محافظة تحتاج الكثير. نعم. وضعها مأساوي. كل المحافظات العراقية تقريبا وضعها مأساوي، لكن محافظة بابل محافظة استراتيجية تمر بها المحافظات، تعبر منها المحافظات لتصل إلى المحافظات الأخرى. نعم. خط رابط للمحافظات، خط رابط بين كل المحافظات العراقية، وضعها التاريخي، وضعها الأثري، يعني اللي ينقص هذه المحافظة الكثير 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 من أولها السياحة الأثرية، وهي تعتبر محافظة عالمية وليس فقط عراقية. عالمية. نعم. عالمية. محافظة بابل وضعها مثل ما بينا بأنه يحتاج إلى رفض الكثير من الأموال، رفض الكثير من المواقف الإيجابية من الحكومة المركزية لاستطاعة النهوض بهذا الواقع، يحتاج إلى وقوف أبنائها طبعا الشباب الذين الآن الحمد لله الكثير من الشباب نشوف يعني بأنه أكو يتصدون لخدمة محافظة والترشيحهم في هذه الانتخابات. هذا شيء جميل. ليس أنا الشاب الوحيد اللي رشح في هذه الانتخابات. إحنا نحتاج يعني نحتاج. السيد المشاهد أيضا يعلم بأن يحتاج ضخ دماء جديدة ودماء شابة إلى العملية السياسية، سواء كانت هذه مجلس محافظات أو كانت بالبرلمان. يحتاج بأن الشاب هو يعني متطلع ويعرف وداخل وماشي وشايف، وأيضا عنده روح أيضا لخدمة أبناء
الشعب. وانا ايضا احييك على الدعم الكبير اللي قاعد تتلقاه. لو شوف هسه السيد المصور يطلع لنا الاعداد الهائله الكبيره اللي جالسه هنا من ابناء عمومته ابناء قبيله بني مسلم لدعم اخوهم الشاب محمد باقر ابن الشيخ والاستاذ سالم المسلماوي. ابو مصطفى حياك الله. لا تنسى المايك، المايك بيدك لا تنسى. حياك الله. حياك الله واهلا وسهلا بك. وحدثنا عن قبيله بني مسلم واي المناطق اللي تكون بها هذه القبيله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول امر اشكر قناه الفرات على استاذ ابو حسنين على اتاحه الفرصه ان حتى نعرف بتاريخ قبيله بني مسلم. نعم. العريق وتاريخ السياسي وتاريخ الديني وتاريخ العشائري. قبيله بني مسلم قبيله عريقه احدى قبائل بني عقيل تسكن الفرات في اراضي حرقه والترابه، وهي لها باع طويل في خدمه زوار اهل البيت وزوار الامام الحسين عليه السلام في زمن البائد وفي الوقت الحاضر، ولها تاريخ طويل بمقارعة الظلم من 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 تاريخ الاستعمار في معركة الأورنجية كان لها الدور الرائد في مقاتلة الاستعمار، وأيضا من حاق الظلم بالعراق في زمن النظام البائد أيضا كان لها تاريخ عريق وقدمت شهداء كثيرين، وخاصة بيت حج صالح اللي من عندهم المرشح قدموا اثنين من ابنائهم بهذا الطريق. وقبيلة بني مسلم قبيلة عريقة وكبيرة تتكون من 12 عشيرة يترأسها الحاج ابو سالم، حاج سالم المسلماوي اللي هو من قبيلة آل بخوين وقبيلة ومن من عشيرة آل بخوين، وهناك عشائر اخرى موجودة، عشيرة آل بكردي وعشيرة آل بخليل وعشيرة آل بطويب وعشيرة الوعليوي وعشيرة أبو حمود وعشيرة النجاجير وعشيرة أبو خليفة وعشيرة أبو حمزة واعتذر إذا وعشيرة أبو راميش إذا اعتذر يعني من ربعنا وأخواتنا. نعم الباقي احنا الآن الآن أبو مصطفى بعد ما عرفنا الآن أنتم عندكم واحد من أبناء عمومتكم هو مرشح الى الانتخابات، الدعم اللي موجود من شو توصي ابناء عمومتك على محمد باقر؟ والله اني اوصي اخوتي وعمامي وبني مسلم جميعا يعني بس المايك خليه جميعا يعني اخوتي وعمامي بني مسلم جميعا اوصيهم ان يؤدون الحق امام الله كونه مرشح ما علي شائبه يعني الرجل وكونه صاحب درجة علمية وكون انه الوالد الى تاريخ. نعم. قبله في هم لهم باع طويل بخدمة طويل المجتمع السياسي. نعم. فعلى هذا الاساس وعلى هذه المعطيات نحث ابناء بني مسلم كلهم الى ترشيح الاخ محمد باقر. الله يبارك بك. شاعرنا رحيم هنسمع منك شيء. ما نهتم حكيهم بينه ايش ما ترى يسقطون يظل صاعد اسمنا وهم اللي ينزلون. صحيح. ما نهتم حكيهم بينه ايش ما ترى يسقطون يظل صاعد اسمنا وهم اللي ينزلون، باكر احنا نثبت ياهو احنا نكون بدماء آل الحكيم الوطن ظل ممنون، بدماء آل الحكيم الوطن ظل ممنون. هاو اكثر بيت الضحى ما حد ينكر هذا البيت واكثر بيت الضحى، هذا البيت واكثر بيت الضحى. احنا التيار الحكيم عندنا منهج يختلف. ايه احنا التيار الحكيم عندنا منهج يختلف غني من التعريف. احنا اللي ما عرفنا ما عرف. احنا التيار الحكيم عندنا منهج يختلف غني من التعريف. احنا اللي ما عرفنا ما عرف. احنا اول من يقلد عندنا مرجع بالنجف. الله. النجف اسمعها من عندك. احنا اول من يقلد عندنا مرجع. احنا اول من يقلد عندنا مرجع.
ها 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 والمرجع عنا السستان والمرجع احنا تيار الحكيم عندنا مشروع وهدف. احنا ضد الطائفية من طرفنا او كل طرف. احنا تيار الحكيم عندنا منهج عندنا مشروع وهدف. احنا ضد الطائفية من طرفنا او كل طرف. احنا اول من ينادي نعم للوحدة او هتف. هاو محمد باقر من نادى ومحمد باقر احنا تيار الحكيم دوم ندعو للسلام. احنا تيار الحكيم دوم ندعو للسلام. احنا تيار الحكيم دوم ندعو للسلام. محمد الباقر تعرفه هو سقط للنظام. ياهو مثل بالشهادة طاح يمصحني الامام. ياهو مثل بالشهادة طاح يمصحني الامام وتناثر دم محرابه وتناثر دم تناثر دم. وهاي الهوسه الهوسه المرشح محمد باقر كل تهتف ابناء بني مسلم للمرجع العليا وياي تاج تاج على الراس سيد علي السستاني. تاج تاج على الراس سيد علي السستاني. تاج تاج على الراس سيد علي السستاني. حفظ حفظ اسم العراق ووحد طيافه. حفظ اسم العراق ووحد طيافه. صمام الامان وكلفه تقرافه. صمام الامان وكلفة قرافة. حريت شكتب شعب بروحك بوصافة. والسستاني لازم نعرف اهدافه. والسستاني لازم نعرف اهدافه. اهداف العد السيد لم الوحدة ولم الدين. اهداف لم الوحدة ولم الدين. العد السيد احسنت احسنت رحيم احسنت باكر احسنت باكر. ترى بالتصويت ما جامل ابد احد. باكر ترى بالتصويت ما جامل ابد احد. عقل عندي وميز زين بين القدها والموقد. وعينك ترى ميزانك بيها تشوف لا تنشد. افزع لبن تيار وطي صوت لمحمد. افزع لبن تياري وطي الصوت لمحمد. ها اسمع يا محمد باقر احنا ذراعك لو ناديت اسمع يا محمد باقر. احنا ذراعك لو ناديت اسمع يا محمد باقر. احسنت احسنت اسمع يا محمد باقر. انت الفايز بالتصويت اسمع يا محمد باقر. انت الفايز بالتصويت. احسنت احسنت خلي يمك خلي يمك احسنت. هنا تعالوا الزم المايك. طي المايك خذ المايك مايك المايك لحظه لحظه المايك لحظة. علي علي تحب بالسما وبالقاع على اكبر سفينه خير والهشراح. ايه علي تحب بالسما وبالقاع على اكبر سفينه خير والهشراح. واللي يقصد ابو الحسنين يوم الضيج ما ضاع. واللي يقصد ابو الحسنين يوم الضيج ما ضاع. ودخيلك يا ابو حسين دخيلك هو دخيلك يا ابو حسين دخيل. عينك على المعبار دخيلك يا ابو حسين. عينك على المعبار دخيلك يا ابو حسين. عينك على المعبار دخيلك. هيثم من مدرسة نعمة تخرج واخذ ماجستير. من نعم من نوم النبوه. هيثم من مدرسة نعمة تخرج واخذ ماجستير ودبلوم بحش الديوان دكتوراه بالتدبير. ما وصوه عالزينات عارفن وهو صغير. ما وصوه عالزينات عارفن وهو صغير. هو اسمع يا ربات الوالد. هو اسمع يا ربات الوالد. نعمة يظل عنوان اسمع يا ربات الوالد. نعمة يظل عنوان اسمع يا ربات الوالد. نعمة يظل عنوان اسمع يا ربات الوالد. احسنت احسنت. يا ابو علاء عمامك ذولا عد عيناك وعد عيناك ذولا وذولا لك مسند. عمامك ذولا عد عيناك عد عيناك وحطهم دوم لك مسند.
وعرفك تندلل عليه، ولك ماضي ولك حاضر ولك تاريخ، وانا بهاي اشهد. ومثل ما وقفنا وياك نقف لمحمد، ومثل ما وقفنا وياك سالم باكر نقف لمحمد. اسمع يا محمد باكر، هو اسمع يا محمد باكر، باكر كنا وياك. اسمع يا محمد باكر كنا وياك، باكر كنا وياك. اسمع يا محمد باكر. احسنت احسنت، بارك الله بك، احسنت. الف رحمة على نعمه طايح تتشيله. اخر واحده رحم الله بس هاي خادم لك استاذ سامي بخدمتك. ابو حسنين قصدك؟ ابو حسنين. عافيه. الف رحمه على نعمه الطايح تتشيله، وعاش كل عمره واضح ويا الناس، ويكره حكي الحيله. وعاش واضح كل عمره ويا الناس، ويكره حكي الحيله. ويا ابو علاء صحيح انا شاعر ومهوال، بس مثل نعمة أبد ما أشوف، وشاربك زلم كلش قليلة. وصحيح أنا شاعر ومهوال، بس مثل نعمة بعد ما أشوف، وشاربك زلم كلش قليلة. هو ابن أمك ذاك ابن أمك، شلون؟ هو ابن أمك ذاك ابن نعمة، ولا ننساه ابن أمك ذاك ابن أمك، لا ننساه ابن أمك ذاك ابن نعمة ولا ننساه. احسنت بارك الله بكم وبالمهاويل، وايضا بالساده المتحدثين من قبيله بني مسلم وابن مضيف الشيخ نعمه المسلماوي، وان شاء الله باقي ذكرى بابنه وابناء عمومته وهذا المضيف الكبير والعام. ننتقل الى مكان اخر حتى نختم حلقتنا من اهل الخير بقراءه سوره الفاتحه الى روح الشيخ نعمة المسلماوي، مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد ما شفتونا بعده اماكن من محافظه بابل. جينا لقضاء الكفل وشفنا ناسها ومزارعها وبساتينها وميها، وتجولنا بهذا القضاء، وذهبنا مع الدليل ابو مصطفى الى مضيف الشيخ سالم المسلماوي ومع ابناء عمومته بني مسلم وقبيله بني مسلم، وتحدثنا وشفتم اهازيجهم وايضا كلامهم حول محافظة بابل، هاي المحافظة الأثرية الكبيرة العظيمة المعروفة عالميا أيضا، وهي إرث العراق الحضاري وأول من علم البشرية الحرف الأول. ونحن الآن وصلنا إلى مدخل محافظة بابل اللي هي مدخل آثار بابل الكبيرة والعظيمة، وقرب هذا التمثال الكبير والعظيم اللي يرمز إلى أحد قادة بابل العظام. معي ايضا الاستاذ محمد باقر. كل هلا بيك محمد. اهلا وسهلا بكم. وبقبيله بني مسلم. انت من ابو علاء المسلماوي ها صحيح؟ نعم. المحافظ السابق لمحافظه بابل. نعم. وايضا عضو برلمان العراقي. نعم كذلك. كل هلا بيك. وبكم اكثر شرفتونا. انت مرشح عن محافظه بابل لمجالس المحافظات. نعم اكيد. اهلا وسهلا حبيبي. شنو اللي تحتاج هذه المحافظة خصوصا محافظة بابل؟ هي من المحافظات المعروفة عالميا بآثارها وسياحتها سواء كانت الدينية والسياحة الآثرية. نعم كما تفضلتم، هذه المحافظة المحافظة الأقدم محافظة في التاريخ البشري والمعروفة عالميا على مستوى، من هنا انطلقت الكتابة، من هنا بدأت القوانين، تشريع القوانين. ولكن نرى اليوم أن محافظة بابل أبسط الخدمات هي بحاجة إليها. محافظة بابل هي سنتر العراق نعتبرها. نعم. مركز العراق، بحيث يكون مرور كل المحافظات، كل من الجنوب إلى الشمال يمرون بهذه، وهي معبر يعني. محمد طيب. انا اريد اقول مثلا اسال
الاعتناء بها بالآثار وترميمها وترتيبها وجعلها بحلة جميلة، يجون السواح من خارج العراق، يقع على عاتق من؟ على المحافظة لوزارة الآثار، طبعا هنا وزارة الثقافة، طبعا هنا الكل يجب عليها أن يقف وراء هذه المسؤولية، لا فقط الحكومة المركزية، لا فقط الحكومة المحلية، بالتعاون بين الحكومة المحلية والمركزية نستطيع أن نصل إلى نتيجة. قبل عدة أعوام، 6 أو 7 سنوات ماضية، عملت بابل كل مؤسساتها وكل منظماتها، بالأخص منظمة مؤسسة المال الوطني، على استبيان حول إدراجها ضمن لائحة التراث العالمي. نعم. جهود مكثفة، حوالي 10,000 استبيان فقط هذه المؤسسة جمعت في سبيل إدراجها، والحمد لله وصلت إلى المراحل وتوقفت. نتائج لا توجد نتائج حول إدراجها. منكوبة من ناحية الأثرية، السياحة الأثرية، نحن أقدم تاريخ، أقدم مدينة أثرية، ولكن تراها أشياء البسيطة غير موجودة، غير ملموسة. يعني شاهدنا يعني قبل أيام كان نقل آثار بمصر، شاهدنا هذا الاستقبال المهيب والأمور الجميلة، والشعب واقف على السايدين يحيي بهذه الآثار، وهو نقل كان من منطقة إلى منطقة. احنا آثارنا دائما يجيبونها بصناديق مال طماطة سوداء ومهربينها خارج العراق، تجي إلى آثار بابل، تدخل إلى منتجع وآثار بابل، يعني ما تجد مثلا حتى الأشخاص اللي موجودين بهذا اللي يعملون بداخل هذا المنتجع أيضا ما عندهم ذاك يعني العلم بآثارهم. مثلا ياخذ السائح يدليه دليل سياحي، يقول له هاي فلان مكان، هاي فلان مكان، حتى أنا من أدخل والله واحد يستحي، يعني يجد أن الآثار غير معتنى بها. يعني هاي الآثار اللي كل دولة بالعالم تتمنى أن تكون لها آثار مثل آثار العراق، كل دولة بالعالم تتمنى أن تكون بابل هي من ضمن محافظاتها ومن ضمن ولاياتها. احنا ليش هذا يقع على عاتق من؟ عاتق وزارة الثقافة، الآثار على المحافظة، إضافة إلى بعض الأمور اللي موجودة بمحافظة بابل. يعني احنا زرنا منطقتكم قضاء الكفل، يحتاج إلى الكثير، وهو أيضا ما يضم يعني انت حسب ما قلت لي بال50,000 75,000 نسمة لو أكثر، 150,000 140,000 نسمة فقط الكفل، ناحية الكفل 140,000 نسمة، ومستوصف واحد ومستشفى الكفل يبعد عن المنطقة. ايش قد يحتاج مستوصفات بهذه المنطقة؟ الظروف الصحية اللي موجودة بالمنطقة، حسب علمي كل 5 كيلومترات احنا نحتاج مركز صحي، وهذا غير موجود طبعا على طول هذا الطريق من الكفل الى طويريج، احنا فقط مركز صحي واحد او اثنين عندنا، تقريبا 40 كيلومتر او 30 كيلومتر. هذا شيء. الشيء الثاني اللي اردنا نذكره بانه المحافظة بابل يعني تنتقص لها كثير من الامور الخدمية الصحية، كذلك الموضوع التربوي اللي يعانون من عدها كل، يعني كم مدرسة في قضاء الكفل؟ تكفي المدارس لأعداد الطلبة؟ أعداد المدارس قليلة جدا، يعني ربع حاليا المدارس الموجودة تقريبا ربع اللي متوقع، ربع اللي لازم موجود يكون في هذه الناحية في هذا القضاء. بالتالي احنا يعني داعمين لموضوع إنشاء مدارس و مؤسسات صحية ترفض هذه العملية، ترفض هذه العملية السياسية، حتى الناس على تحصل على أقل ما يمكن من خدماتها، من خدماتها اللي الموضوع الصحي هو أقل شيء المواطن يحتاجه، موضوع الخدمة أقل شيء المواطن يحتاجه. يعني هسه أنت كمحمد باقر مرشح على محافظة بابل ومن قبيلة بني مسلم، يعني أنت مو فقط على القضاء، لا ابدا، انت على أبداً. محافظة بابل ككل. نحن نتكلم عن محافظة كاملة عريقة أثرية، شرعت القوانين منها، بدأت الكتابة منها، هذه اللي نتكلم عنها. انت مع ضخ وجوه جديدة داخل مجلس المحافظة؟ أنا سعيد جدا بالشباب المتفاني المتفاعل. نعم نعم، انا سعيد جدا من خلال اطلاعي على الاسماء والمرشحين الجدد، اغلبهم تقريبا هم وجوه جديدة، وهذا شيء مفرح لنا بأنه هذه العملية يجب أن يتبناها الشاب، يتبناها وجه جديد، وجه غير سابق، غير خايض العملية السياسية سابقا،
حتى نغير من هذا الواقع المرير اللي يمر بها محافظة بابل، من مثل ما ذكرنا الواقع الصحي والخدمي والتربوي والأثري السياحي اللي تقريبا مئات المواقع الدينية عندنا في محافظة بابل، مئات المواقع الأثرية اللي بالأخص تفعيل السياحة الدينية وأيضا السياحة الأثرية والسياحة، يعني بابل مشروع سياحة كبير، مشروع سياحة يعني كبيرة. لا تريد من بابل العتبات اللي موجودة عندكم الآن، القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، عندكم شريفة بنت الإمام الحسن، عندكم أولاد الإمام علي، عندكم زيد بن علي، عندكم رشيد الهجري، رشيد الهجري عليه السلام، الأيوب النبي أيوب عليه السلام، ذو الكفل عليه السلام، يعني محافظة بها أوصياء وأولياء وأنبياء، إضافة إلى الإرث الحضاري الكبير اللي هي يعتبر في آثار بابل العظيمة والكبيرة. أستاذ محمد إحنا شاكرين تواجدك ويانا، شكرا لك لحسن الضيافة والاستقبال، سيارات هواي اليوم انفتح الشارع حتى يدخلون الزائرين للآثار. نعم شكرا لك ولحضورك كذلك، وأسأل الله التوفيق لك. نشكركم، نشكر هذا المنبر الكريم، قناة الفرات الفضائية الكريمة اللي دائما سباقة لعمل الخير، سباقة لإيصال صوت المواطن، سباقة لإيصال الوضع المساوي يمر به العراق بكافة محافظاتها طبعا، ومحافظة بابل نريد التركيز عليها من قبلكم لأنها إن شاء الله كل المحافظات احنا مركزين عليها، و ان شاء الله كل الشيء الجميل والجيد ان شاء الله ينفع المحافظات، احنا ان شاء الله أكيد ساعين باعزائي المشاهدين. حلقتنا من اهل الخير كانت في محافظة بابل عند قبيلة بني مسلم ومرشحهم محمد باقر المسلماوي، اسال الله التوفيق دائما وابدا لكل انسان يخدم العراق ان شاء الله، وبالتوفيق لمحمد ولأقران الموجودين في محافظة بابل، حتى ألتقيكم على الحب والأمان والسلام، وخدمة أهل البيت دائما وأبدا وخدمة العراق حتى ذلك الحين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.